السلام عليكم. نبغاك يا ابوي الله يحفظك تقول لنا عن المزويقه هذه. هذه المزويقه كان يستخدموها زمان ايام ما انا كنت يعني طفل، وفي ناس قبلي كانوا يستخدموها. أيوة. في مزويقه وفي مدوان. هذه اللي في يدي انا مزويقه، هذه المزويقه. ايوه تمام. أيوة. حتى في واحد دبي كان عنده قهوه سووا قهوه المزويقه بسلطانه. المدوان لا، الدومه هذه اللي من شجر الدوم الهناكيه، وهذا اللي جوا ايش اسمه يخرجوا لها كده يدخلوا فيها مسمار مدبب من الجهتين. أيوة. يسموه مدوان. المدوان ده وظيفته الواحد بدل ما يسوي مزوقه كده لا، يسوي كده يكسر المدوان، يكسر المزوقه، يضرب المزوق يسمى نفسه. أيوة. هذا كمان. أيوة. فن يعني، هذه كده. طيب. وهذيك لا كده، قاعد يسموه جز، يكون واحد زعلان من واحد يكون عنده مدوان، ما كل واحد عنده مدوان. عجيب. وشوف واحد بالمزوقه كده وهي شغاله الدور ولا هذا، ولا دحين بدي اشغل المزوقه. طيب دحين نشوف شكلها المزوقه. نبى ناخذ طريقة كيف لفها يا ابوي. لفها كده حوالي كده سنتي او اقل. أيوة. هنا، وبعدين تيجي عليه هذا ما يجي هنا عند. أيوة. المسمار يسموه الجز، لا يجي هنا كده على دي. خلاص. أيوة. هذه بعدين يبقى يمشي بالتدريج الحلزوني هذا. أيوة. يمشي كده ورا بعضه مشدود ويمشي بهذا الشكل لين يجي تقريبا الأخيرة دي أو قبلها حسب يعني. أيوة. حسب. وبعدين هذا زمان كان يسموه قيطان. شوف الحين المزويقة جاية مجهزة والقيطان جاي مجهز. أول إحنا كنا القيطان إحنا نبرمه وإحنا نسويه شيء من كده وشيء يعني شيء من الصوف شيء من القطن. على أيام زمان يعني الحاجات مين متوفرة. هذه المزويقة مصنوعة من برا. إحنا عندنا كانوا البخارية الله يذكرهم بالخير هم اللي سووا المزويقات هذه. هم كانوا يسووها تاريخهم يعني من الخشب. أيه. وعندهم مخارط وسووا. انا الحين بدي اشغل المزويقه هذه على اساس تشوفوها كيف. يلا بسم الله. ما شاء الله يا ابوي ما شاء الله. ايام زمان هذه كانت العاب ايام زمان. ايوه. وبعدين اللي معاه المدوان بيكسر هذه المزويقه. ايوه. ما يسوي هذه زي كده المدوان. لا المدوان من فوق على تحت كده بطريقه زي كده. ها كده وسموها مدوان عشانها من الدوم. ايوه. وذاك وين كمان ويجي على هذه ويكسرها وصلتين. يكسرها من هنا على فوق من فوق يضربها وتتكسر. ايوه. ولا هي وصلتين يسموه المدوان. وذاك قوي ما شاء الله مسوار وخشبي قوي. يعطيكم العافية يا ابوي الله يحفظك. ما في شيء والله. هذا تاريخ احنا عشرين عشناه من الطفوله يعني. الله قبلنا ولا احنا. وانا من اللي اشتريت مزاويق من باب المزيدي من واحد بخاري ما انسى ما اتذكر اسمه ناسي، لكن هو اللي كان يبيعنا مزاويق. اما المدوان لا بالاتفاق معه لان هو ما يبيع مدوان. احنا نجيب له